لا مولدك. ونعيمة معايا؟ إيه مرحبا بيك، لاباس عليك؟ بخير لاباس ولدي، لا خباك. ونعيمة عندي واحد السؤال بغيت نطرحه عليك بلسان الجمهور، وبانك توضحي إذا كان ممكن. مرحبا بيك. واخا ونعيمة، خرجتي في واحد الفيديو، خليني تنسالي، خرجتي واحد الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي دار درجة كبيرة دابا، ديال أنك قلتي اللي دار ليا ديزلايك الله يعطيه مرض السرطان، واللي دار ليا لايك الله يعطيه الجنة. من نعيمة، واش عرفتي خطورة هذا الكلام؟ وخلي لك التوضيح انتيا. انا ما هضرتش اخويا على صحاب السرطان. لا قلتي اللي دار ليا درس لايك الله يعطيه السرطان، ماشي على اللي كيدير لي اللي كيدير لي تعاليق سلبيه وكيخطي فيا. قول ديك الكلمه، اللي كيدير لي تعاليق سلبيه تيهجموا عليا بتعاليق سلبيه، تيديروا عليا الفيديوهات تيسبوني وتيسبوني وتيهينوني. علاش هادوك ما عليهمش اللي يتكلم بيهم؟